السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله البنات كما وعدتكم في الدرس السابق غادي نخدموا ان شاء الله الدرس كنا خدمنا او طرقنا لطريقه عمل هذا البريوه او المغلف بالكروشيه، وكنت وعدتكم انني غادي نخدم معكم هذا. وان شاء الله في الحصه المقبله غادي نخدم معكم الشكل الثالث. غادي نحتاجو حرير، دائما حرير على 4 ديال الشعرات، يعني على حسب السمك ديال التوب. وغادي نحتاج ايضا كروشيه رقم 0.6 ملم اي 0.60 رقم 12. وغادي نحتاج طرف ديال التوب، فاش غادي نعمل لكم هذا الموديل هذا. فهاد الموديل هذا كما هو شأن الموديل الاول، فهو تيجي يعني خفيف. اول شيء غادي نحاول انني نثبت الحرير، لاحظوا مزيان، غادي نحاول انني نثبته في التوب بهذا الشكل، يعني تنعمل غرغرزه. وغادي نخدم طبعا على هاد الخيط هذا اللي عندي من تحت، ها هو غادي نخدم عليه. هنا بالنسبه للحبيك فانا ما غاديش نعمل غرزه حشو، طبعا غادي نستعمل واحد الغرزه اللي قليل ما تنستعملوهاش بزاف، يعني ما تنستعملوهاش في الخدمه ديالنا، اللي هي نصف عمود. فهاد الدرس هذا تيجي رائع على نصف عمود. لاحظوا مزيان، تلوي الحرير على الكروشي وندخل في التوب ونسحب لعندي، ومن بعد غادي نلوي الحرير على الكروشي ونسحب مره واحده بهذا الشكل. يعني هاد الغرزه هذه قليل فاش تنستعملوها، يعني الاكثريه تنستعملوا سلسله غرزه حشو عمود بلا فتيح حتى تنستعملوه، اما نصف عمود فقليل فاش تنستعملوه. بهذا الشكل هذا. هنا ملي تنتاكد بانني خدمت شويه على هذا الخيط هذا، على هذا الحرير ديالي غادي نقطعو. وغادي نكمل العمل ديالي، يعني غادي نلوي الحرير على الكروشي وندخل في التوب ونعاود له ونمرر في ثلاثه الحلقات اللي تيكونوا عندي. لاحظوا مزيان، ها هو عندي ثلاثه الحلقات، من بعد غادي نسحب الكروشي في ثلاثه الحلقات بمره واحده صافي ونكمل العمل. لاحظوا مزيان، نعاود نشرح بالنسبه للمبتدئات. تلوي الحرير على الكروشي بهذا الشكل هذا، من بعد غادي ندخل في التوب نسحب هذا الخيط، نلوي الحرير على الكروشي ونسحبه لحد مزيان، يعني تنسحب الكروشي عندي في ثلاثه الحلقات.
هنا من بعد ما حبكت يعني غادي نرجع لاول غرزه هذا طبعا لانه درت يعني غير الطرف ديال الثوب. اما بالنسبه لكم يعني الا كنتو غادي تعملوه على عليكم فغادي تبقاو تمشيو على شكل دائري يعني ما غاديش تقطعوا الخيط وتعاودوا ترجعوا من الاول يعني غادي توصلوا من هنا بحال هذا الشكل. هذا انا غنوضح لكم مثلا انت ما وصلتوا لهنايا مباشره غادي نطلقوا نخدموا في السطر الثاني. كذلك بالنسبه للجوانب ديال الطوق ديالكم نفس الشيء. كذلك بالنسبه للدبره ديال القب يعني ما غاديش تحتاجوا انكم تبقاو تقطعوا الخيط بحال هكا وتعاودوا ترجعوا لبدايه السطر. طبعا دابا غادي نرجع لبدايه السطر. اول شيء غادي نحاول انني نثبت الخيط او الحرير ديالي في اول غرزه هنا. لاحظوا مزيان بهذا الشكل هذا يعني غادي نعمل غير غرزه حشو. من بعد غادي نرتفع بواحد السلسله بهذا الشكل هذا. مباشره غادي نطلق الغرزه الثانيه اللي هي هذه. لاحظوا مزيان ونعمل غرزه حشو بهذا الشكل. نتمنى يعني تكون انا غادي نعاودها لكم يمكن الصوره ما واضحش. اول شيء كما قلت لكم غادي ندخل الكروشي ديالي في اول غرزه. من بعد غادي ناخذ الحرير من بعد غادي ناخذ الحرير بهذا الشكل نمرره في هذه الغرزه هذه نعمل غرزه حشو. ثم غادي نعمل سلسله نزير هذا الخيط هذا لان بطبيعه الحال غادي يترخى يعني العلوله غادي توسع شويه نزيره باش الضياق. من بعد غادي نطلق الغرزه الثانيه نعمل غرزه حشو بهذا الشكل. نرتفع بثلاثه سلسلات غادي نجي ما بين هذه الغرزه وغرزه نخدم غرزه حشو. من بعد غادي ندخل غادي نلوي الحرير على الكروشي. لاحظوا مزيان لويت الحرير على الكروشي. غادي ندخل الكروشي في هذا المكان فين عملت غرزه حشو ونسحب بهذا الشكل هذا. نفس الشيء المره الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه. من بعد غادي نلوي الحرير على الكروشي ونمرر بهاد الحلقات كاملين اللي عندي. بالطبع نخدم سلسله كيف ما لاحظتوا شنو درت يعني سحبت هذا الخيط هذا عندي يعني جبدته شويه باش نزيد نزيره. اشنو غادي ندير؟ غادي نخلي واحد غرزه حشو غادي نطلق مباشره لغرزه حشو الثانيه بهذا الشكل. ندير شنو درت غرزه حشو. نفس الشيء نرتفع بثلاثه سلسلات. من بعد غادي يجي تحت من لاحظوا مزيان فين دخلت الكروشي يعني تحت من هاد الخدمه ديالي تحت من هاد غرزه حشو اللي عملت. نعمل غرزه حشو نحاول نخرجها بهذا الشكل هذا. ثم غادي نلوي الحرير على الكروشي ونمرر اربعه المرات كما درنا في درس الحبيك الاول. واحد اثنان عفوا في درس البريوان الاول. ثلاثه ثم اربعه. غادي نلوي الحرير على الكروشي ونسحب في هذه الحلقات كاملين اللي عندي وبطبيعه الحال نتليها بسلسله. غادي نخلي غرزه يعني واحد الحبكه عندي هنايا نخليها ونجي للعين المواليه. نفس الشيء غرزه حشو نرتفع بثلاثه سلسلات بهذا الشكل هذا. نجي تحت من هاد غرزه حشو نخدم غرزه حشو ثم نلوي الحرير على الكروشي. من بعد غادي نخدم غرزه الباف. ثلاثه
أربعة ولوي الحرير ونسحب في الحلقات كاملين اللي كانوا عندي. طبعا في الأخير سلسلة كيف ما لاحظتوا فأنا ما زلت نخدم على هذا الخيط هذا باش بديت دابا بإمكاني أنني نقطعه كيف ممكن أنني غادي نزيد واحد شوية. المهم أنا خدمت عليه دابا وأنا متأكدة ما غاديش يعود يتحل. من بعد ما قطعته دابا غادي نكمل الخدمة معاكم. لاحظوا مزيان غادي نخلي غرزة ونجي الغرزة الموالية نعمل غرزة حشو نرتفع بثلاثة سلسلة. من بعد غادي نجي لهذا المكان نعمل غرزة حشو ثم نعمل لاحظوا مزيان لويت الحرير على الكروشي دخلته من تحت وسحبت هذاك الخيط. من بعد لويت المرة الثانية ندخل في نفس المكان نجبد لعندي ما نخرجوش لوي المرة الثالثة المرة الرابعة بهذا الشكل هذا ثم لوي المرة الأخيرة ونسحب في هذه الحلقات كاملين. ما نساوش سلسلة نخلي غرزة نجي للعين الثانية نفس الشيء واحد اثنان ثلاثة كما قلت لكم في هذا الدرس هذا ضروري تبغي شويه ديال انكم تزيروا شي يديكم باش تيجي متقون اكثر. اما الا رخفتوا فغادي يجي يعني ما غاديش يجي متقون يعني غادي يجي شنو نقول لكم غادي يجي رطب هذا تيجي قاصح يعني متكوك. لاحظتوا من بعد كما قلت لكم غادي نعمل ثلاثه سلسلات غادي نجي تحت من هاد غرزة حشو اللي عملت نعمل غرزة حشو ثم نبقى مستمرة بنفس الطريقة واحد اثنان ثلاثة اربعة كما كنت وضحت لكم في الدرس السابق فانا هنا سنرتفع بثلاثة سلسلات على اساس انني نعمل هذا الرويس هذا باش يجيني الدرس واقف. دابا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه يمكن راه الطريقه واضحه ومفهومه باش ان شاء الله في الدرس المقبل ان شاء الله غادي نخدمو الشكل اللي بلونين ان شاء الله غادي ينال اعجابكم الطبيعه حتى هو تيجي غزال. ودابا ان شاء الله دابا نوريكم الشكل ديال هذا كي تيجي نوريكم عن قرب مزيان باش تشوفوا يعني راه نفس الشكل ها هو لاحظتوا فهو تيجي رائع. نتمنى كذلك هذا الدرس ينال اعجابكم بحال هذا الشكل هذا يعني هذا الشكل هذا عجب العديد من الاخوات نفس الشيء هذا ان شاء الله تنتمنى انه يعجبكم. وكما العادة وفي نهاية كل فيديو سنقول لكم ما تنسوش تدعموا القناة بوضع لايك تعليق وأيضا الاشتراك. كانت معكم أم سعد عبد الله.